كابتن احمد سريعا عشان الوقت. طبعا يعني عايز اقول على حاجه، كلاتنبرج او بريرا، لكن انا بسال حكامنا العظام اللي طلعوا قبل كده واللي موجودين دلوقتي، صناعه ايه؟ مصريه ولا مش مصريه؟ مصريه بس خلاص. كامل عصام فتاح وجمال الغندور بلاش حتى امين عمر اللي موجودين دلوقتي، الناس اللي بتحكم دلوقتي، اللي بيبقى محمد عادل والبنا كل دول مين اللي عملهم؟ عمر وكل اللي عاملهم مصريين، مش عايزين نقول اسماء عشان ما افتكرش ان احنا مع حد. ايوه ايوه. ان اللي قبل كده العظماء علي قنديل، لا اصل احنا لما بنجيب اجنبي عايزين تطوير، عايزين مش عايزين مشاكل. الاضافه ان هو الراجل خلي بالك صريح جدا، قال لك انا جاي اعملها لكم اداريا، اصلحكم اداريا. أيوه. اعمل لكم الكاتيجوريز والحاجات دي، يعني الهيكله الاداريه والتنظيم الاداري. طب والناحيه الفنيه للحكام، ما هو بيتكلم في الحته دي، فانا بتكلم ان احنا ماشي ناحيه اضافه الكلام، لكن الناحيه الفنيه اللي عندنا اللي حصل دلوقتي، حكم بيلعب في اربع ايام ثلاث ماتشات من هنا لهنا، لانه حدد ده للقسم ده وده لا، وجيت رجعت تاني خدت من هنا بتلعب في دوره الترقي. اذا النهارده موضوع التصنيف ما لا يعني اساسيات التصنيف يا كابتن كريم لازم تعرفها. يتقال ايه؟ طالما عملت تصنيف لازم تعمل اسندنج وديسندنج. ايوه. لازم تطلع وتنزل. ايوه. مش اخر الموسم. ايوه. ما ينفعش. لازم تبقى في موتيفيشنز اللي عند الحكم، انا بحكم انا تحت كويس وشافني تحفيز يعني عشان طبعا بالزبط. لازم يكون في دوافع. أيوه. دوافع عندك. ما ينفعش بتصنيف انا على طول دوري قسم تاني حتى لو انا كويس واحسن من الراجل، هبقى موظف قاعد على المكتب مش هشتغل. صح. فهي المسألة محتاجة كويس، بس احنا محتاجين افضل من كده. افضل من كده. افضل من كده.